شيماء، انت شو عندك مشاريع غير الزواج اللي هتعزمين عليه؟ اكيد اكيد ان شاء الله. اوكي اكيد. انا دلوقتي بعمل البوم خلاص قرب يخلص، انا مع المنتج ريتشارد الحاج. اوكي رجل تحياتي بالميديا. وان شاء الله هينزل قريب، ممكن بعد العيد. وملحني بقى ناس كتيره قوي بقى. خالد شو ملامح الالبوم بيشبه هيك؟ هيدي طربي هو طربي. هو طربي. ما بدك تروحي بسكه ماما؟ لا انا مش بغني شعبي طبعا، لي الشرف كبير يعني. حبيبتي. بس انا مغنيه اغاني طربي، ملحن لي الفنان الكبير شاكر الموجي اللي لحن معظم اغاني سلطان الطرب جورج وسوف. حسام البجرمي عامل لي اغنيه جميله جدا. طبعا اسهل حاجه دراما هي اجتماعيه. كمان لحني خالد عز، تامر عاشور، نادر نور، نخبه كبيره جدا من الموزعين، استاذ ياسر ماجد. كمان ملحن الموسيقار الكبير خالد البكري. طبعا اكيد عمل اغنيه قويه كبيره. وانا هلا صرت سعيده ومتشوقه احضر العرس واحضر واسمع الالبوم وترجع تشرفينا انت واحمد وهاني بحلقه جديده من الحياه حلوه.